اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك يا كابتن شريف؟ ده كابتن اسلام. ازيك؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. ايضا النجم الكبير كابتن اسامه عرابي. ازيك يا كابتن اسامه؟ اهلا وسهلا بر حضرتك. كله تمام الحمد لله. الحمد لله. انا عارف ان كابتن شريف اكبر منك طبعا واقدم. كنت بتفرج عليه. ده اخويا. بتفرج عليه قبل كده. لعب معايا. ها؟ لعب معايا. لعب. انا لحقت كابتن اسامه برده. خلي بالك كده تنتوفه. لعبت عليه كمان والله. ما بعرف في الاولمبي. اه والله. اه صح صح. مره كده كان هاف عقر يعني. كان هاف ناحيه الشمال عقر. كنت بتعلم منه والله العظيم يعني. بسم الله ما شاء الله. صعب يعني تاخد منه كوره. خلي بالك يا كابتن شريف. لا انا وإنت انا يا ريت لعبت لحقتك في الشمس. يا ريت انا وانت مثلا لعبنا ناحيه اليمين كده مع بعض. كنت هتستريح. بقول لك ايه، لعبنا في الشمس بس. لا يا عم انا مش مش هروح تاني خلاص. انا خلصت. خلي بالك خلصت الشمس. وانا كمان عينهم وحشه. لا خلي بالك اسلام كان باك عقر جد والله ما بعرفش. لا انا وانت طبعا ده كان جناح رهيب. ده كابتن شريف ده بيكسر اي حاجه. انا بسمع بصراحه. لا لا انا ما بيكسر اي حاجه. بسمع. لا هقول لك على حاجه. انا شفته في الافلام اكتر. ظروف الحادثه هي اللي فرقت طبعا طبعا. خدت بالك؟ بس انا كنت بحب اللعيب كويس. اوكي. يعني اما بيلعب ورايا ربيع مثلا واي حاجه. سلام. يلعب ورايا مدحت رمضان. كنا في لغه بالعينين كده. اتنين كنت بحب العب معاهم. كابتن فتحي مبروك طبعا اتعلمت منه وانا صغير. امتى دافع وامتى اطلع وامتى يبقى في توازن في المركز نفسه. اوكي. اتعلمنا من كل الناس يعني. فبس اما بيبقى وراك لعيب مطمنك انت بتاخد راحتك بقى كفيرويد. تحاول تعمل غزوات، تخش لجوه، تطلع لبره، تعمل عرضيات. يعني بتبقى لا هو كمان حظوظ لكل لعيب انه يكون وراه باك كويس. طبعا هو كمان مش يعني مش هيتكلم عن نفسه. زي ما انا شفته ولعبت معاه كان من المهاجمين اللي يتعبوا اي مدافع. يعني انت عارف في مهاجمين سهلين على المدافعين. لطاف. لا هو شرس جدا. سريع قوي ومهاري وبيروح على طول لقدام. يعني ما بيقعدش يستنى. يعني ما بيلعبش على على طول. يعني في حيويه وسرعه ونشاط غير طبعا اهداف بقى. واحنا بنلعب في الشمس لو ما بصيتلوش يا نهار ابيض على اللي يحصل فيه. هو انت بتباصي اصلا؟ يعني انت بتدعي حاجه مش موجوده عندك. زمان بقى بطلت خلاص كل ده بطلته. مشرفين ومنورين دايما كابتن شريف وكابتن اسامه. والاثاره اللي بتحصل في كاس الامم الافريقيه الحقيقه بعيدا عن الناحيه الفنيه الحقيقه. يعني بتلاقي جون يطلع يمسك كره سهله تقع من ايده تخش جون يغير منتخب زي غرايب وعجائب. الجزائر زي ما حضرتك قلت. انا كنت سامعك بتقول للشباب بره لو الجزائر خسرت هجيب لكم تورته. جبت التورته الجايه الماتش الجاي. خش بايدي فيها حاجه. خش بايدك فيها حاجه. فيعني برضو اثاره. عايز اقول لك على حاجه. مهما تتخيل اسلوب اللعب او طريقه اللعب النتائج حاجه تانية خالص طبعا. بالنسبه لكل الفرق. يعني فرقه النهارده بتلعب سيراليون، كوت ديفوار، استحاله تتعادل. او استحاله مثلا فرق الامكانيات بين الفرقتين كبير قوي. انت تتوفق في كورتين رحتهم وواحده من الجول وواحده اتلعبت بصراحه 10 على 10. الهدف الاولاني اللي جابه اللعيب بشماله ما تتشافش يعني. وفي ظروف لفرقه لازم يا اسلام نتعلم اذا كان على المستوى الدولي او المحلي او اي حاجه اللي يجيب جول لازم يغطي الجول تاني. اذا انت متفوق عدديا وامكانيات وفرديات كده بتربي على منتخب مصر على كل حاجه. وعلى مصر كمان. ايوه على منتخب لما مصر. لما بلعب لا انا بتكلم على محلي لما الاهلي بيلعب مثلا بعد الاهلي يجيب جول والتاني خلص الحكايه. ادام انت الاقوى، ادام انت اللي عندك الامكانيات الاستحواذ، ادام انت اللي عندك الفرديات وانت اللي مطالب منك ان تكون قدام جماهيرك صاحب الكلمه. ما ينفعش تجيب جول وتفضل لغايه الدقيقه 90 او الدقيقه 95 تتعرض للي تعرض فيه الجزائر النهارده، اللي تعرض فيه مصر مع نيجيريا، اللي تعرض فيه تونس. مصر مع غينيا كمان امبارح. وتونس اتعرض مع مصر امبارح لو الراجل الفار ده. كوره امبارح النهارده كمان برضو مباراه كوت ديفوار وسيراليون. دي مش يعني برضو في الدقيقه كام والجون بيخطئ وبتاع. يعني. الناس دي حاجه اوت اوف هاند يعني بره ايدك خالص وبره الجهاز الفني. وبعدين بقى تخش مع اسامه ونرجع لكروش ونشوف العلاقه برضو عايز اتفضل يا كابتن اسامه. هو الوحش في مجموعه غانا والجزائر كوت ديفوار والجزائر وسيراليون ان حظهم ان الطبيعي ان كانوا يكسبوا 6 بونت الاثنين او بالكتير واحد فيهم يتعادل مره يبقى 6-4 وبعدين الماتش الاخير يلعبوا بقى على مين اول على الخفيف لكن دلوقتي دخلوا في مرحله الاربعه ممكن يصعدوا. الاربعه ممكن يصعدوا تخيل. الاربع فرق ممكن يصعدوا لان الجزائر لو كسبت ساحل كوت ديفوار
هتبقى 4 بونت وكوت ديفوار 4 بونت. غينيا كسبت هتفرق هتبقى 4 برضه. المواجهات المباشره بقى هتفرق. ال ال سيراليون سيراليون كسبت هتبقى 5 بونت لان متعادل ماتشين. اتعادل هيبقى 3 بونت صح. اتعادل هيخرج غالبا يعني يبقى 3 بونت. لا لو اتعادل والجزائر اتعادلت كسبت يبقى هو بره. يبقى هو بره. لا لو الجزائر اتعادلت هتبقى مشكله. ما هيبقى 3 فرق بس هي المجموعه دي واضح ان هيبقى فيها 3 الثالث بتاعها هيخش يعني ثلاث فرق هيخشوا في المجموعه دي واضح كده يعني باي وضع شكلها كده ثلاث فرق في المجموعه دي. الجزائر بصراحه في الماتشين حظها وحش قوي. مظبوط صحيح لسه ما وصلوش الجزائر اللي احنا عارفينها اللي هو المرشح الاول. لا بس عاملين ده كابتن بيروحوا بكميه سيراليون الشوط الثاني مش اقل من 5-6 فرص مؤكدين في حلق الجون. يعني كور غريبه جدا. النهارده برضو اكتر من كوره قبل هدف غينيا قبل هدف غينيا غينيا برضو اكتر من كوره هدف بسهوله جدا. على الاقل ما طلعوش خسرانين. طلعوا خسرانين وكانوا كانوا هيجي فيهم الجون الثاني والثالث في اخر دقيقتين ثلاثه لانه طبعا كانوا بقى مندفعين كله طاير وطايرين وكده. بس هو منتخب حتى الان انا بقول عادي جدا انه في ماتش ساحل العاج رغم ان ساحل العاج فرقه مميزه جدا وما تستحقش التعادل النهارده. مع احترامي برضو لسيراليون اتعادلوا بهدف فيه توفيق كبير قوي الفريق منتخب كويس. لا منتخب كويس منتخب غينيا منتخب كويس بس برضو الشوط لا يعني منتخب كوت ديفوار والجزائر المفروض فارقين يعني يعني حتى الشوط الثاني النهارده كوت ديفوار والسنغال والمغرب دول اربع فرق كوت ديفوار والنهارده وسيراليون الشوط الثاني وانسى الجيم لكوت ديفوار مسيطرين على الماتش و2-1 والموضوع انتهى. الكرة بتاعت الجون دي غريبة جدا الأخيرة. احنا بنتكلم بقى هي دي الإثارة ان الماتش الكرة تيجي تمسك تقع سبحان الله. كانوا خلاص أول مجموعة بالستة بونت وخلصت هم اتخضوا يعني. أنا حتى الجون لما تشوف الملامح بتاعته كان قاعد بعد ما وقع قاعد يتفرج على الكورة يتفرج على الكورة لغاية لما دخلت بعد كده وقع واستوى. الجون ده خرج لما يكون هو حس خرج ما رجعش وفي لعيب هو اللي وقف ده كمان تعرض الفرقة تعرض انها تخسر بس هو قاعد يبص على الكورة على فكرة. هو زي ما يكون حس ان هو متحملها 100% ده وقع على دماغه هو مش حاسس يا كابتن. ما هو متحملها 100% دي ملهاش يعني دي ملهاش. فمجموعة صعبت بطريقة غريبة وهتبقى اكبر المفاجآت في البطولة لو الجزائر خرجت من الدور الاول. لا وخرجت ده خرجت من اول ثاني وثالث يعني انت مختار اول وثاني وافضل ثالث يعني. والجزائر لا فرصة غير المكسب. لا الجزائر مش فرصه غير مكسب. لازم تفوز على لازم تكسب كوت ديفوار لازم تكسب ملهاش حل خلاص. لازم تفوز على كوت ديفوار. ممكن الاثنين يوصلوا مع بعض لو الفرقتين التانيين تعادلوا هيوصلوا دول مع بعض. لكن وهو ده بيني وبينك هو ده الانسب. وعلى فكره الجزائر لو كسبت اكيد هم وكوت ديفوار هيوصلوا مع فرقه منهم لان انا بقول لك المجموعه دي هيبقى فيها ثلاثه يعني مثلا لو غينيا كسبت سيراليون هيبقى 4 ولو الجزائر كسبت كوت ديفوار هيبقى 4 غالبا اللي عنده 4 هيوصل في التوالي هيبقى واحد فيهم اول واحد ثاني وواحد ثالث يعني انا اتوقع المجموعه دي يبقى فيها ثلاثه بصراحه يعني مجموعتنا انا متوقع ان مش هيبقى فيها ثلاثه يعني مصر و خلاص بقت حسمت يعني بشكل نيجيريا ومصر تتعادل الماتش الجاي وخلاص بالظبط يعني حتى يعني في ظل هذه الظروف اللي احنا بنتكلم عنها تتعادل يعني انت بتستفيد من كل اللي حصل اذا كان في المباراه الاولى او في المباراه الثانيه او في التعديلات في التشكيل أو التعديلات في طريق اللعب. ولكن هو بيدفع ثمن العند بتاعه ان هو قال لك انا 28 مش هاخد انا فلان وفلان وفلان مش هاخد خلاص يعني ما حطش لنفسه اي تصور ان في حاله كوفيد في العالم كله ما حطش تصور ان اي في اصابات في ايقافات فكان التفكير زي ما يكون زي ما احنا قتلناه بحثا معاك المره اللي فاتت ان هو بيفكر في ماتش كاس العالم بس او بيتفرج على اللعيبه دي مين اللي هو يقدر يستخلصهم وحبه الشديد للعيبه اللي هي المحترفه مهما كان حتى اللعيب المحترف ده اللي عنده ركبته لسه ما رجعش الحاله البدنيه السليمه بتاعته زي تريزيجيه. حرام تريزيجيه امبارح بيفتح السبرنت غصب عنه عايز يثبت عايز يعمل اي حاجه يخش لجوه يخش لبره بس هو مش جاهز برضه. انا بدخله وبعمله تحت ضغط نفسي ولغه التفاهم بين اللعيبه اسلام وبين المدرب اعتقد بقت معدومه. عشان كده انا بحمل اللعيبه الماتش الجاي او الماتشات اللي جايه المسؤوليه. انت كلاعب كوره انزل الملعب العب لعبك بقى انت كلاعب كوره تنزل الملعب تبين ان انت لعيب دولي ولعيب محترف ولعيب كل حاجه. انسى اي حاجه غير ان جماهيرك بتطالبك في الموقف ده انك انت تكون في احسن فورمه ليك
تكون في احسن شكل ليك. الشكل اللي الناس عارفاه تريزيجيه لو كان الماتش اللي فات ده فاده شويه كفتنس وكجرأه وكتعارف على الارض اللي بيلعبوا عليها في افريقيا دي والاجواء والرطوبه والدنيا غير الاجواء اللي هي في انجلترا، زيه زي مرموش. مرموش الماتش اللي فات اسامه بيلقف وهو بيجري بالكره بيكح وبيعمل وبياخد نفسه ومش برده مش داخل انفورم في مع الفريق. ملهاش دعوه بالفنيات، ملهاش دعوه بالانطلاقات، ملهاش دعوه بالتنفيذ، انما هي ليها دعوه ان انا مش موجود اصلا ذهنيا وتفكيريا جسمي مع عقلي مع الدنيا مع الناس اللي واقفه بره اللي هي بتضع فيها ثقتك واسمك في اول ماتش لعبته كبر قوي والنهارده انت بتطالب منك حاجات كتير جدا انت مش موجود. انا قبل بس ما اتكلم عشان برضو الناس قد تكون بعض الناس فهمتنا غلط، لان حضرتك بتقول ايه عمر بيقول هو في يعني ازاي اسلام يقول ان الكابتن شريف عبد المنعم، انا سمعتك وانت بتقول للناس جوه ان الجزائر لو خسرت هتجيب لهم تورته، مش هيجيب تورته يا شريف يا عمر علشان الجزائر عشان صعب ان الجزائر تخسر. صعب ده كلام قصد الكابتن شريف يعني بيقول لهم الجزائر تلعب اي حد، الجزائر لو لعبت اي حد لازم تكسبها، هو قصده كده الامكانيات اللي موجوده دي، قصده ان الجزائر لو لعبت اي حد انا براهنهم انهم مش ان احنا مبسوطين، لا بالعكس ده احنا وانا حتى في الانترو وانا بتكلم قلت انا نفسي الجزائر توصل كمنتخب عربي يعني لا لا ناس متابعاكوا يعني فانا بحكي بقول الناس يعني بس احنا الكابتن شريف بيراهن ان دول مش هيخسروا على تخسر بما انهم يعني اقوى منتخب واقوى بتاع مش ان هو عايز الناس تخسر يعني انا عايز منكم تورتايه دبست انا في التورتايه يعني الجزائر دبسوني انا في التورتايه وانت قاعد لنا ايه قال لك ايه عمر انت قاعد لنا على الواحد عمر ولا يعني لا هو الراجل بيقول رايه مفيش مشكله بيقول يعني. رايه طبعا فوق لا كل حاجه كده على تويتر لقيته كاتب فقلت اقول له ان الجزائر صعب قوي وانا واسامه بيقول دلوقتي داخلين لا ما تدخلش كابتن اسامه معاك انت اللي قلت لسه بنقول على الاقل في ثلاثه احنا بنهزر على فكره عشان ما تاخدوش احنا بنقول ثلاثه في المجموعه دي لا صعب قوي الجزائر وبعدين بيروح على الجون بتاع 20 مره بسم الله ما شاء الله وعرضيات بقول لك في ماتش السيراليون كمان يعني مضيعين جون كتير قوي والماتش النهارده مضيعين جون كتير قوي حاجه الراجل ليه حق مدير فني بصراحه هيتجنن اللي هيتجنن بجد طالع بعد بعد المؤتمر الصحفي يقول لك انا مش عارف طب اعمل ايه ما اقدرش اعمل حاجه ده شيء قدري على العكس حاجه بالعرض كده يا اسلام تيك تروح داخله جون ده واحد قلش داخله جون كلنا شايفينها داخله جون طلعت جون راحت الباك عايز يدخلها في نفسه طلعت برضه برضه يا كابتن اسامه على العكس برضه في المنتخب المصري ولكن انا دايما في مثل هذه الامور انا بحب اتكلم في الايجابيات اكتر من السلبيات حتى لو في ايجابيه واحده نحاول ان احنا نتكلم عنها لانها مهمه جدا لكل الناس يعني ان انا دلوقتي منتخب مصر الشوط الاولاني او المباراه كلها انا شايفها افضل من المباراه السابقه ايه راي حضرتك مفيش شك طبعا هي افضل من المباراه السابقه بس يعني احنا كلاعبين كره قديمه او حتى جماهير او خبراء او كده متوقعين ان ماتش غينيا بيساو والسودان اقل كتير جدا من المنتخب النيجيري وانك تكسب انه الموضوع في المتناول مع احترامنا الكامل للفرقتين ما فهمش صعوبه انك انت تكسب اللقاء بس هو الايجابيه انه مستر كروش ما عانتش زي ماتش نيجيريا ولعب الشكل الطبيعي بتاعه اللي هو صلاح ناحيه الجناح مصطفى محمد راس حربه مرموش ناحيه الشمال الثلاثه اللي في النص حط عمرو سلية طبعا ودي حاجه اضافه كويسه رغم ان لسه جاهزيته لكن الحمد لله انه رجع قدام المدافعين نني شماله هو حط عبد الله سعيد قصدي نني يمينه وعبد الله سعيد شماله وعبد الله بعد كده بيطلع في المركز اللي هو تحت صلاح ساعات تحت بس عبد الله كان وحش قوي الصراحه كان وحش طبعا لا انا بتكلم ان هو حط المراكز زي ما هي عمر كمال لعيب ما غيرش كتير يعني ما غلطش دي اول ايجابيه يعني دي اول حاجه الناس كانت بتطالب بيها وهو عملها لكن المكسب نفسه على غينيا بيساو او ان شاء الله مباراه السودان الجايه في متناول جدا المنتخب المصري مع احترامنا الكامل للمنتخبين ف الحلو انك كسبت الاول دي اول ايجابيه في اللقاء لانك انت برضو ممكن تلعب مع فرقه في مستوى اقل وتتغلب زي ما حصل مع الجزائر النهارده زي ما كان هيحصل في اللقاء الكره الاخيره اللي هي فاول واحتكاك مع عمر كمال والراجل شاط وجاب جون كانت دقيقه 88 كان ممكن تطلع متعادل يعني لو الحكم طنش على الفاول لكن احنا دي ايجابيه ان انت كسبت ايجابيه ان الراجل رجع يلعب الناس في اماكنها لكن ما زال في
مشاكل في وسط الملعب، مشاكل في الخط الامامي، مشاكل في الخط الخلفي، مش هتبان قوي في مباراه السودان، لكن ممكن فيما هو قادم، فيما هو قادم وتكمله البطوله هيبان الخلل ده. انا يمكن مره كنت معاك مع عادل عبد الرحمن وقلت لك انا من اكتر الحاجات المتخوف منها الجزء الاخير اللي قدام الشناوي لو حصل فيه اصابات، وده حصل، وحصل فعلا ان اكرم توفيق يعني ربنا يشفيه مش خلاص معاهم، مش والبطوله ابو الفتوح ممكن مش في البطوله يعني، لا مش هيلحق ماتش يعني السودان. هم اعلنوا رسمي ماشي، هو السودان هتعدي، لكن انا بتكلم في مواقد الونش الونش يعني ثلاثه من الاربعه، ادي ثالث واحد، فانت الخط الخلفي فيه قلق شويه، هي ما وضحتش قوي في ماتش غينيا بيساو، لكن ممكن بعد كده توضح. ثانيا زي ما انت اتكلمت على نص الملعب، عبد الله تحس انه تقيل شويه، مش عارف ليه يعني، حتى انا حسيت ان الوزن احساسي كده انه كان مليان شويه، فحركته مش كتيره، فما بانتش برده في ماتش غينيا، وممكن ما تبانش في ماتش السودان، لكن خفيه الحركه بتاعت عبد الله مش هي. صلاح طبعا احسن الماتش اللي فات وجاب جون حلو عن ماتش نيجيريا. برده علامه استفهام مرموش للاسف الماتشين دولت حتى الان مش هو مرموش اللي احنا شفناه في ماتشين ليبيا، واللي كنا شايفين ان هو طبعا لعيب واعد وجاي، لكن واضح ان عنده عدم خبره دوليه، بيمشي بالكره كتير، بتروح منه كتير، حتى جهده اقل، لعبه على المرمى حتى اقل، يمكن عمل كره ولا كورتين في ماتش نيجيريا وماتش غينيا بيساو، يعني مش في الحاله الطبيعيه بتاعته. نني برضو نفس الشيء، ما بتقدرش تقول مدي المردود الكويس اللي انت منتظره منه، يعني المفروض في الماتشات الجايه القويه بعد كده بعد السودان انت منتظر من لا ومن اول السودان، خلي بال حضرتك انا بشوف ان ماتش السودان ماتش مهم قوي. لا ما انا بتكلم مهم وصعب جدا. لا انا عارف انه صعب، والحقيقه المنتخب السوداني ادى مباراه، انا وجهه نظري هو باستثناء اول 10 دقائق اول 5 دقائق في كل يعني، هو اول المباراه ما كانش مركز واخر المباراه ما كانش مركز، لكن اثناء المباراه كان مركزين جدا. لا طبعا انا مش بقول انه يعني خلاص كده الموضوع 100%، لا بالظبط، ولكن انا بقول انه ما فيش شك ان المنتخب السوداني بالظروف اللي بيمر بيها بعد البطوله العربيه وجابوا مدرب تاني وعدد صغيرين لعيبه كتير بالظبط، بيحضروا منتخب الوقفات ممكن يبقى عنده جهد، ممكن يبقى عنده حماس، بس بالزبط. في حاجات كتيره اخطاء في الخط الخلفي سهل جدا، خبرات محمد صلاح ومصطفى محمد ومرموش ورمضان وتريزيجيه ان يستغلوها وزيزو. بص اسامه، عايز اوصل يعني معاك للي انت بتقوله ده في حته النني مع الجروب اللي انت قلته دلوقتي ده. النني مش مطلوب منه اكتر من اللي هو بيعمله. ليه؟ هقول لك ليه. لان انا كفيرويد اللي انت قلت عليهم بقى الاربعه دول وكده، ده لازم الاقي سويتشات للنني ده يختار يدي ده ولا يدي ده ولا يدي. نص الملعب اللي جنبه شايله، اثنين بيطلعوا له واحد من هنا، الحركه معدومه لسه يا اسامه بالنسبه ليك انت، حتى لو انت بتمسك الكره ومش هتلاقي ان في تحركات، واحد بيسقط والتاني بيروح، تختار ده ولا تختار ده؟ دي مش موجوده. فانا مش هحمل لحد دلوقتي، مش هقدر احمل النني الارسنال، لا النني بيلعب مع لعيبه، لازم اللعيبه دي تبقى فريش، لازم اللعيبه دي تبقى تاخد وتدي معاه، انما انا مش هقول للنني خد واقطع، مش اسلوبه يا اسلام ان هو بياخد ويقطع ويروح لغايه ال 18، لا اسلوبه ان هو يوصل لعبد الله، عبد الله شغلته بقى القصه دي، عبد الله زي ما انت اتفضلت وقلت مش موجود، عبد الله ما بيلعبش، عبد الله ما بيلعبش بقاله فتره، عبد الله الراجل حتى نفسيا مش مدخل اللعيبه دي ان هم يقدروا يلعبوا في اي وقت، ده هم بيقعدوا في المحاضره، بيقعدوا عند وهو بيقول الفرقه، هم مش عارفين مين هيلعب ومين مش هيلعب، مش عارفين الدنيا هتمشي ازاي، بيسمعوا هم مش جاهزين، الكيمستري بتاعهم هم والمدرب انا مش شايفه، لان ده بيدخل زي ما انت قلت، اقتنع اخيرا انه واحد بيقول لي بيلعب 4-2-3-1، فين 4-2-3-1؟ ده لعب 3-4-3 الماتش، لا ده وعبد الله واقف، ده لعب 3-4-3 عبد الله واقف شمال، مين اللي قال انه بيقول لك استوديوهات قالت لك 4-2-3-1؟ لا 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 مفيش 4-2-3-1 دي خالص، هو بيتحرك في كوره للعمق، هو لا بيلعب شمال ناحيه اليمين واضحه، يعني لو انت بتلعب يا حسام في اي حته ومحدش يتحرك لك هتبقى مشكله معاك انت وانت معاك الكوره، ان ادام الناس ما ساعدتكش تبقى مشكله، هتتقطع منك وهتباصي غلط وهتحاول تعمل اللونج، ما فيش اللونج ده، صلاح ما ممسوك من واحد ومصطفى محمد مستني ومرموش بره الخدمه، ما عندوش، ما فيش اي حاجه بتحصل للنني. انا قاعد اتفرج على النني كده
ما هو هيعمل ايه؟ بس لازم برضو هو وعبد الله ستايله مش كده المهاجمين ده ستايل عبد الله مش ستايل نني ومفروض برضو النني في جزء يعني هو موقف المره اللي فاتت انا لا ليا علاقه بده ولا انا ليا علاقه بتيشيرت مصر وبحاسب كل لعيب ليه قلنا راجل الباك رايت بتاعنا اللي لعب عمر كمال كان كويس ليه قلنا كويس لان الكره اللي عنده يا اسلام بيديها الماتش اللي فات العرضيات اللي بيعرفها عملها زود كتير التعليمات بتاعته ان صلاح لما يعمل كده هو يبقى هناك تتلعب طويله بقى شويه تتلعب قصيره شويه تتلعب ان كومبيتيشن بينه وبين واحد الحاجات دي كلها الماتش الجاي المفروض يبقى عندهم ثقه اكتر عندهم شكل اكتر عندهم تحركات طبعا الضغوط اتشالت من الضغوط اتشالت من عليهم بس اللاعب هو المسؤول عن نفسه يعني انا لما اجي احاسب بقى انا هنسى كروش خالص ايوه اميش دعوه كروش ده خلاص اوكي لان هو اللي عمل في نفسه المأزق ده عنده امام عاشور كمان ده انا ما هيجي يقول لك نحطه الماتش اللي جاي مثلا في نص الملعب هيضطر يعمل كل حاجه لان بيحصل له ظروف اصابات لعيبه هو مش لاقيها يعني انا مرموش مش موجود في الماتش اللي فات او صر ان انا العبه برده الماتش اللي جاي فين الراجل اللي كان لعب المره اللي فاتت في وقت رمضان رمضان فين رمضان ما دخل ما انت هتيجي في وقت ماتش ممكن تلعب الجزائر تلعب كوت ديفوار تلعب الفرق دي هتبقى انت محتاج سيراليون سيراليون منتخب غينيا الثاني تبقى محتاج اللعيبه دي اللي عندها خبرات وعندها سرعات وعندها سن صغير كمان تقدر تعمل رايح جاي وتعمل مشوار انت بتلعب فرقه زي الفرقه اللي انت لعبتها الماتش اللي فات دي بيستلموا منك في نص الملعب المنتخب سهل جدا ده بيستلموا يا اسلام وياخد ويلف ويروح لغايه ال 18 عندك ما حدش بيراقب ما حدش بيستلم ما حدش بيعمل اي حاجه هي الحاجات دي اللي احنا بنتكلم ولكن دايما يا كابتن اسامه القادم بيبقى هيبقى افضل وجهه نظري ان البطولات المجمعه دي لعبه منتخبنا الوطني يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله او نتمنى كده طبعا احنا نتمنى دوت ويتمنى في ظل طبعا كل الكلام اللي حضراتكم بتقولوه يعني يتدارك الاخطاء اللي عنده اولا في زي ما الكابتن شريف قال المنطقه بتاعت نص الملعب حتى الان ما تحسش فيها سيطره جامده يعني تحس ان اللعيبه بتوصل للخط ال 18 عندنا او على المدافعين بسهوله سواء في الاطراف سواء في نص الملعب ما فيش شراسه في قطع الكوره في نص الملعب دي واضحه جدا يعني احنا يمكن لما كنا بنتكلم على موضوع طارق حامد اكتر من مره احنا عشان شايفين انه كان هو في المنطقه دي عنده شراسه في قطع الكوره فهو المره اللي فاتت قعد حمدي كمان فبقى موجود السليه والنني وعبد الله السعيد لازم تزيد الحته دي عندهم فانا مش بتكلم على المنتخب السوداني انه المنتخب قليل ولا حاجه ولكن بطبيعه الحال هو اقل من الفرق الكبيره زي الجزائر والمغرب وتونس بعد الماتشات والكاميرون اللي بنشوفها دي النتيجه بقت اهم حاجه لا طبعا النتيجه في البدايه لكن انا اقصد ان السيطره على وسط الملعب دي لازم يبقى فيها اصرار وقطع الكره يبقى فيه قوه اكتر من كده انا حسيت ان الماتش اللي فات الشوط الثاني ان اللعيبه فقدت السيطره على نص الملعب يمكن الشوط الاولاني كنا مسيطرين قوي واحنا اللي بنهاجم واحنا الشوط الثاني بانت قوي في حركه عمرو وعبد الله والنني انك انت مش مسيطر على وسط الملعب قوي يمكن هو حب يعدلها لما غير نزل زيزو وتريزيجيه على الاطراف ودخل مرموش للعمق مع صلاح هي الفكره هو بيدخل مرموش للعمق ماشي مرموش ممكن يلعب للعمق تحت صلاح ماشي بس هو حاله مرموش ما كانتش حلوه في الماتشين بيتاخر عليه قوي ان يلعب مثلا واحد زي شريف فرويد ويبقى صلاح هو اللي تحته او جنبه طلع مصطفى ليه ما مصطفى ما طلعش مصطفى يعني اول مره الراجل لازم يلدغ لدغه في اي وقت مصطفى كان ماشي مش وحش يعني لا وبعدين هو عمل مصطفى واحده في العارضه قصدي يعني زي ما اسلام بيقول لك هو ده مكانه في اي وقت ممكن يلدغ ممكن يجيب جول عايز يمين مصطفى غير كده غير ان هو يجيب جول ايوه وبيلعب براسه في ظل وجود ان انا بلعب زيزو الحقيقه اوفراته رائعه وهو واقف يعمل له اوفر حلو مع اوفر عمر كمال وصلاح يصطاد من الحاجات دي صلاح ياخد واحده تيجي جول واثنين ثلاثه ويبقى شكل المنتخب انت لو كنت جبت الجول الثاني امبارح احترافي كنت شفت نص ساعه مظبوط على اعلى مستوى منتخب مصر وجهه النظر لانه في الاخر انا برده مقلق وده اللي حصل يعني الواحد حط ايده على قلبه في الاخر انا مبسوط لسوليه يعني كويس انه رجع وجود سليه عامل حاله انا طبعًا انا طبعًا انا في حل او في حرج ان انا اتكلم عن عمرو سليه لانه على الرغم ان هو يستحق بس احنا مصاب يا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله خارج من اصابه جامده يعني. لا لا وجوده يا كابتن حاله فارق كتير جدا ملعب. جدا رؤية جدا وثقه الوحيد اللي بيدي كل اللعب اللي عنده في رتم في ايقاع الماتش يعني بيعرف يستلم يلعب صح. يعمل واحده طويله حتى الجون برؤيه
كويسه. يكون اسهل حاجه هعملها ايه؟ عملها. لا لا اسهل حاجه هعملها ايه؟ برافو عليك. راح اعملها انا بصراحة. واقف كده اعملها اسهل حاجه. أيوة. وفي الوقت ده والناس صفر صفر وبتاع. هو يتصرف بعد كده. خد يا عم زيزو وبعد كده يحلها لي، انا مالي، انا عملت الصح. لكن بص التفكير رؤيته وجرؤته والرؤيه والجراه والبتاع. لا بصراحه وجوده مهم جدا في وسط ملعب مصر. لكن انا قلت لك انه الباقي اللي حواليه كمان هو معاه، لان هو لسه راجع من اصابه، لازم يبقى فيه شراسه اكتر من كده في نص الملعب. يعني بحس ان نص الملعب بيتاخد مننا في اوقات، بالذات الشوط الثاني. عشان كده طارق حامد كان مهم. ايوه في اوقات كان لازم يبقى مهم. وبرده قفشه وكان مهم في ظل وجود يعني الشكل اللي ظهر بيه عبد الله في الماتش ده. انت عارف ليه انا قلت لك امام عاشور؟ يعني انت ما جبتش طارق حامد، جاب امام عاشور تعويضا، سنه اصغر وبيلعب في الحته دي كويس وواخد مهند كمان. واقول لك وما جابوش وما لعبش خالص. طب على اي مبدا انت اخترت الناس دي؟ وعلى اي مبدا انت بتروح مد ايدك جايب اللعيب ده حطه دلوقتي، وبعدين جايب اللعيب ده، وبعدين النهارده برده بتنزل نفس التغييرات بنفس. انا فاكر لما قعدت معاك المره اللي فاتت قلت لك هيلعب بنفس التشكيل، بس ما لعبش نفس التشكيل. ما انا عارف قلت لك ممكن يلعبها. فجه في التغيير راح منزل تاني نفس التشكيلات. نفس التشكيل. قلت يا نهار ابيض، الناس حتى وهي قاعده معايا تاني عملوا زي تاني، انت بتنزل الناس دي تاني بنفس الوقت ده، مش عارف تعمل ايه مع مباراه سهله مش زي نيجيريا. لا مش زي نيجيريا، مباراه اسهل بكتير قوي بصراحه. انت عندك تلت ساعه في اول تايم تكسب 2-3 ايزي، وتعمل الماتش الجاي نفس القصه دي، وتعمل الكره اللي عندك وتسترجع الثقه. اللعيبه دي محتاجه يا اسامه استرجاع ثقه في ادائهم طبعا. بس هو المكسب ده اللي انا بعتقده. المكسب ده كسر التوتر شويه، كانوا متوترين جدا، مستعجلين جدا على الاهداف عشان الهزيمه الاولانيه بتاعت نيجيريا، خايفين من مفاجاه. وحتى الهدف اللي جه فينا زي ما اسلام كان بيتكلم، انك طول ما انت 1-0 هتفضل قلقان لغايه اخر ثانيه، زي ما حصل النهارده مع ده راجل لف الكوره. لا سيبك من الكوره اللي داخل الجول، شفت الرحلفه دي جت في ايد الاخيره يمين ولا شمال دي في اخر الثانيه بتاعت الضايع الثانيه دي اللي الثانيه دي اللي صدها. ده في واحده قبل الجول ايوه، الولد راح لففها راح جايه في ايد الشناوي. في حاجات انت بتتعرض لها زيك زي اي فريق. مظبوط. زي اللي تعرضت له اكبر الفرق النهارده. ايوه صح. اعتقد الثقه هتزيد، وماتش السودان ان شاء الله الثقه هتزيد اكتر. يعني ان شاء الله انا متوقع يعني نكسب ماتش السودان، هنبقى تاني طبعا. يبقى كمان من حظنا الحلو انه كوت ديفوار والجزائر، اذا كنا هنلاعب واحد فيهم اول يعني، نتمنى كمان تبقى يعني يطلعوا بس تاني وتالت، يبقى سيراليون او غينيا كمان، تبقى الامور اسهل. انك انت طبيعه الحال بيني وبينك بعد اللي احنا شفناه ده مفيش اسهل. ايه بيني وبينك مفيش اسهل، ما ينفعش. لا مش هو بص يا اسلام، يعني مش اسهل بمعنى ان هيبقى ماتش مضمون، ولكن في فرق اسهل من الجزائر يعني المستوى الاول اسهل من كوت ديفوار. خلي بالك الجزائر لما تيجي تخش مع مصر هيبقى ماتش عربي وماتش ديربي وماتش وبرده كوت ديفوار عندهم خبرات. مش معنى كده ان احنا لو لعبنا غينيا الاستوائيه او أو سيراليون ان الماتش هيبقى سهل. ما اسامه ترشح مين ياخد البطوله دي؟ انا سوري يا اسامه عايز. لا 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 اتفضل. انا كنت حاطط اربع فرق. لا معاهم مصر. لا لا واحد بس اربع منتخبات. لا اصل واحد بس دي مش صعبه. انا انت شايف كده مين الامثل في الشكل اللي انت شفته في الفتره دي حتى هذه اللحظه؟ في الكاميرون، في المغرب، في السنغال. السنغال طبعا رغم ان هم لسه ما ادوش الاداء العالي. اكتر اثنين فعلا، وبرده الجزائر. لا اخفر كاميرون والمغرب. انا حاطط الجزائر بس هي المفاجاه بالنسبه لي النهارده الغلب. احنا السنه اللي فاتت بالك نيجيريا. نيجيريا هايله ومالي هايله. بقول لك مالي مقديه. فاكر انا وانت المره اللي فاتت في البطوله اللي فاتت نشلنا على الجزائر، قلنا بنتكلم قلنا لك قلنا الجزائر من اقوى. قلت لك من اقوى الناس. قلت لي والسنغال. قلت لك ولعبوا فاينل بس واحده فيهم كسب. بقول لك ايه، تعرف في فرقه اسمه منتخب جامبيا. جامبيا شفناهم عنده اربع نقط. شفناه. انت متخيل فرقه كويسه يعني؟ هو اول مجموعته شفناه. بس جميل. انا بتكلم على التكمله للنهايه البطوله. اتعادل مع مالي اللي كسبت تونس منتخب جامبيا. انا مش لا طبعا يعني ان حد مش اسم كبير هياخد البطوله. لا يعني برضو من الاسامي الكبيره يعني كاميرون، سنغال، جزائر، مصر. اقول لك رايي، انا اقرب تونس، انا اقرب للكاميرون. يعني الكاميرون طبعا ملعبها كمان هيساعد مع الملعب ده قوه بدنيه يا كاميرون يا سنغال. وجهه نظري ممكن يكونوا كاميرون. معرفش بقى انا. لو انا برضو الجزائر ما زلت غير الجزائر طبعا. ساعات بقول لو كسبوا كوت ديفوار ممكن يكملوا للاخر. ساعات فرق كده يا اسامه بتلاقي المغرب. المغرب طبعا كويس، بتفرض ستايل وبتفرد اسلوب وبتفرد شراسه اللي انت بتدور عليها. ومركزين ومفيش يعني مفيش عليهم الضغوط النفسيه اللي هي على الجزائر. الجزائر عليها ضغوط نفسيه للمحافظه على البطوله.
بشكل كبير جدا. انما المغرب ماشيه وهي 6 بونت طبعا، يعني زي الكاميرون، الاثنين اللي انت قلت عليهم دول الكاميرون والمغرب، دول العلامات اللي هي عندها. زي الجزائر النهارده راحت على الجون 800 مره، بس دول موفقين. دول بس خلي بالك برضو ان لعب المجموعات هيبقى غير ماتش النوك اوت. النوك اوت ده يعني لما هتخش في النوك اوت مثلا الجزائر مع مغرب ما تضمنش مين اللي هيكسب. مصر مثلا مع تونس مش اي حد مع الكاميرون من المستوى الثالث هيعمل ايه؟ كاميرون حد. لا كاميرون كمان اضافه ان هي بتلعب على ملعبها طيب والبطوله يعني. وتغيير رئيس الاتحاد صامويل ايتو نجم كبير واكيد بيحفزهم يعني تحس بيلعبوا فيهم ادائهم فيه شراسه يعني وثقه وشراسه والجمهور لا وفي شراسه كمان كله معاهم يعني هياخدوا حقهم وفي شراسه في اللعب يعني تحس ان هم مركزين قوي في البطوله رغم ان ممكن يكونوا فنيا مش اعلى من فرق اخرى لكن انا شايف هم الاربع خمس فرق اللي احنا قلنا عليهم الفرق اللي بتتعطل وبترجع تكسب لكن فرقه واحده بس انها تقولها من دلوقتي صعب صعبه جدا لكن كاميرون مغرب انا برضو ما زلت بقول الجزائر طبعا السنغال مالي والسنغال طبعا السنغال طبعا تونس مصر الله اعلم السكه بتاعتهم هتبقى ايه بعد كده بعد ما يعدوا انا لسه كنت بقرا دلوقتي سكه منتخب مصر المجموعه الثانيه كوت ديفوار في المركز الاول 4 نقاط غينيا الاستوائيه في المركز الثاني 3 نقاط سيراليون في المركز الثالث 2 نقاط الجزائر في المركز الرابع 1 نقطه اهو دي مفاجاه مش طبيعيه والماتش الجاي الاول هيلاعب الرابع منتخب كوت ديفوار هيلاعب منتخب الجزائر والماتش اللي بعده او يعني المباراه الثانيه غينيا الاستوائيه هتلاعب منتخب سيراليون فتخيل انت لو غينيا كسبت بقت 6 نقاط فيعني تخيل انت لو سيراليون كسبت بقت 5 نقاط أيوة. اي واحد في الفرقتين في المنتخبين دول هيكسب هيعدي هيوصل هيوصل تاني ما هو غالبا المجموعه دي التاني هيلعب الاول عندنا انت مش فارقه معاك بقى هتلاعب كوت ديفوار او هتلاعب غينيا غينيا حتى عارف انت عارف الجزائر صعب تطلع تلعب لا تخيل لو غينيا كسبت سيراليون لو غينيا كسبت هتبقى 6 نقاط ولو الجزائر كسبت كوت ديفوار هيبقى 4-4 يبقى واحد فيهم بس هو اللي يخش تاني بتلعب غينيا دي لا ما هو عشان كده انا بقول لك اسلام لا عشان كده انا بقول لك المجموعه دي قال لك كروش لو ده حصل السيناريو ده هيطلع 3 فرق فيه انا متوقع ربنا بيحبه لا انا متوقع الاربع توالد اللي هم في 6 مجموعات هيبقوا 4 مجموعات المجموعه دي هيبقى فيها توالد انا متوقع كده هيبقى فيها توالد عموما ما نشوف ايه اللي هيحصل في الفتره اللي جايه فيما يخص كاس الامم الافريقيه وقد نرى مفاجآت بتحصل في الفتره اللي جايه بكره ان شاء الله عندنا مباراه الاهلي والاسماعيلي مباراة كلاسيكية معروفة، الأهلي بكرة 95% يعني ما كانش أكتر لكن نقول 95% من النادي الأهلي بكرة ناشئين. النادي الأهلي ينقصه بكرة 19 لاعب وبالتالي ولكن في النهاية تظل مباراة الأهلي والإسماعيلي. إيه رأيك؟ ما عندكش حاجة تخليك تستعجل على أي لعيب راجع من إصابة أو أي حاجة. ما عندكش حاجة تقول إن أنا لازم أشرك لعيب في مباراة مش جاهز احنا بنعيب على اي حد بيلعب لعيب مصاب عشان ما تاخرش اصابته اكتر من كده وانت اصلا ما عندكش لعيبه عندك نواقص كتير قوي في البطوله اللي جايه فانك تستفيد النهارده بالحاله التنشيطيه اللي عاملاها البطوله دي ده كويس جدا انك انت تدور على 2 في العمق من ورا وبنشوفهم اللي بيلعبوا سردباكات عندنا في الناشئين النادي الاهلي بروميسنج جدا وواعدين جدا الثقه اللي احنا شفنا بيها المباراه اللي فاتت اللعيبه بتعرف تمسك الكوره وبتنقل نص ملعب لفيرويد ان كان اسم البطوله او جديد على اللعيبه دي انما اللعيبه دي عملت تواجد لنفسها وبقوا بيروحوا بالكوره وضيعوا جوال وعندنا شكل وحضور كبير جدا من اللعيبه دي لعيبه واعده بشكل جميل جدا وفي لعيب اسمه محمد اشرف انت لو تتفرج عليه كمان انا الحقيقه مش حابب ان انا كأسماء. اقول اسماء لانه الحقيقه لا ده في لعيبه حتى ما لعبتش الماتش اللي فات مع ان على فكره حقهم بالمناسبه يعني ولكن انت برضو محتاج انا عشان متابعهم بس يعني عندك كام لعيب برضو ما لعبش الماتش اللي فات هتلاقيهم المره الجايه لو ليه فرصه واشترك بكره
انت هتفاجئ، هتفاجئ بالجرأة، هتفاجئ بالأداء. زي ما انت قلت المنظومة طالعة من عند خالد بيب والراجل بروكتش، بروكتش طالعين فاهمين، طالعين مساعدين، طالعين عندهم ازاي حالة التلقي من مستر موسيماني مع الدرجة الأولى، الحالة اللي احنا حصلت لنا واحنا صغيرين كلنا. بس النصيحة انزل العب لعبك وقول انا اقدر على التيشيرت الاحمر ان انا ابقى موجود. مظبوط كابتن اسامه، مباراه مهمه، مباراه صعبه، تظل مباراه الاهلي والاسماعيلي يعني. طبعا، بس انا اللي بقوله ان مش مهم، لازم جماهير النادي الاهلي تعرف كده. طبعا اي بطوله احنا بنخشها نتمنى ان احنا ناخدها، بس الهدف الاكبر من البطوله دي ان انا اجهز اللعيبه اللي ما بتلعبش، اللعيبه الصغيرين ياخدوا فرص، لان في وجود التسعه الدوليين المحترفين مع الناس اخرى عندهم ظروف كورونا معطله ناس، بياخدوا فرص، فدي تظهر لنا بعض الناس الكويسه. يعني الماتش اللي فات مثلا مصطفى شوبير لعب شكله كويس في اكتر من كوره في الجون، واحد زي محمد مغربي اللي هو السيرد باك ظهر بشكل كويس، محمد خليفه ظهر بشكل كويس، في عبد الرحمن مانو في نص الملعب ظهر بشكل كويس، زياد طارق الجناح اليمين ناس معجبه بيه وظهر بشكل كويس، مع بقيه المجموعه اللي هي ما بتشاركش كتير، ففرصه ليهم كبيره ان كل واحد يقول لمستر موسيماني انا اهو، ان انا سواء اللي هم مقيدين في القائمه قبل مستر موسيماني كل واحد يقول لجمهور الاهلي انا موجود، انا لعيب اسمي فلان الفلاني واصلح ان انا ابقى موجود في الفتره اللي جايه في النادي الاهلي. صحيح، ولو مش كده اطلع اعاره علشان ارجع مره تانية زي بقيه اللاعبين الكبار اللي استفاد منهم النادي الاهلي من كل النواحي بسبب ان احنا عندنا اداره بتشغل دماغها بصراحه. مزبوط. هو ده اللي لازم نتكلم فيه. احمد عبد القادر واكرم وعمار ومن قبله احمد ياسر ريان ومن قبله فلان. يعني بكره عمار ان شاء الله هيكون ليه اكيد. طبعا زي ما انت قلت ان كمان فرصه للعيبه اللي هي زي صلاح محسن ومحمود وحيد وحسام حسن وكريم فؤاد والمجموعه دي اللي هي ما بتشاركش كتير ورامي ربيعه، ان يجهزوا ويلعبوا ويشاركوا ويثبتوا للجماهير والمستر موسيماني ان احنا نستحق الفرصه حتى في ال11. وزي ما انت قلت بقيت كمان الناس تعرض نفسها، موضوع الاعاره ده بقى شيء جيد جدا، انك بتظهر نفسك وبتبان وترجع لناديك تاني، فهي فيها فوائد كتيره قوي. طبعا ماتش بكره ماتش مش سهل، ماتش الاسماعيلي طول عمره من الدربيات اللي في مصر يعني، غير الاهلي والزمالك، الاهلي والاسماعيلي ده بيبقى الماتشات المهمه، فنتمنى لهم التوفيق. لكن انا اقصد العب على المكسب، ولازم تكون في قناعاتك كده كلاعب بتلعب في النادي الاهلي، ولكن المكسب ده برضو في النهايه بتاع ربنا يعني، في ساعات توفيق، لكن المهم ان انا اظهر نفسي بشكل كويس. بالظبط، يعني اظهر بشكل كل الناس تقول الراجل ده لا يستحق يرتدي التيشيرت الفانيلا الحمراء. فانا اتمنى لهم التوفيق بكره ونشوف ماتش حلو يعني باذن الله يعني. يا رب ان شاء الله، يعني ان شاء الله بكره ربنا يكرمنا ونعمل مباراه جيده الحقيقه تليق باسم النادي الاهلي الكبير وباسم النادي الاسماعيلي ايضا، واحد من اكبر واهم الفرق في مصر خلال الفتره الاخيره. الحقيقه كل التوفيق للنادي الاهلي بكره في هذه المباراه الصعبه مهما كانت، مهما دوره تنشيطيه بتاع كابتن شريف، لكن مباراة صعبة. مباراة صعبة مع فريق كبير بيلعب بكامل نجومه، بيلعب بكامل نجومه، راجع بشكل كويس جدا، كسبوا الماتش الاولاني النادي الاسماعيلي، كسب الاهلي، وانا مبسوط لفريق اسماعيل الحقيقة انها بتستعوض ما فاتهم يعني الفترة اللي فاتت. ولكن زي ما انا قلت لك اللي موجود عند مستر موسيماني والجهاز الفني بتاعه ولاعيبته طمأنينة، مدرب مطمن لاعيبته، مدرب عارف ان اللعيبة بتاعته هتقدر تشرفه في الملعب، هيقدروا يبقوا ند لاي فريق بيلعب. اسم النادي الاهلي كبير اذا كان بالناشئين بتاعه او بالقوام الاساسي بتاعه، فهم مطعمين من الجهاز الفني عندنا ازاي نلعب، ازاي يبقى لنا وجود. وحصل في المباراه اللي فاتت، وكان مباراه الجونه كان فيها لعيبه كبيره جدا، ودي لعيبه انديه درجه اولى يعني، مش وكانوا عندنا منهم 3 4 في النادي الاهلي الجونه قدروا قدام الجونه انه يكون لهم وجود يهددوا، وكان ممكن يكسبوا سهل جدا يعني. فبكره ان شاء الله في الملعب بتاع اعتقد اسكندريه اللي هو برج العرب، شكل الحكايه هتبقى الملعب اطرى شويه، عندهم فرص كتير انهم يعملوا سبرنتات، يعملوا ان شاء الله غزوات، يعملوا لنفسهم في الطمانينه دي اللي موجوده بين الجهاز الفني وبين اللعيبه. فكل التوفيق للعيبه ان شاء الله. كابتن اسامه، لو هتقول كلمه للناشئين النادي الاهلي في هذه المباراه.
اقول لهم فرصه مش سهله تتعوض، ويمكن كلنا كنا بنتمنى نلعب ربع ساعه بس قدام الجماهير عشان الناس تشوفنا. دلوقتي بقت في وسائل يعني السوشيال ميديا، الماتشات بتذاع على الهواء وبتيجي في اليوتيوب والفيسبوك والناس بتكتب والناس يعني في كل متشافين جامد جدا. فما تستهونش بالفرصه دي، ما تستهونش ان فرصه جايه لك انك تظهر تعمل مستقبلك، سواء زي ما قلنا انك تبقى على قناه يعني تاخد قناعه الناس انك تبقى موجود في النادي الاهلي، او حتى لو مش كده انك تروح في مكان وترجع تاني زي زمايلك قبل كده زي احمد عبد القادر وعمار احنا قلنا مثلا، واحمد ياسر ريان وبقيه الناس كلها يعني. فاتمنى لهم التوفيق، بس اللي بيلعب ما يحطش يعني ما بقاش متوتر، يعني يلعب ويحاول يطلع اقصى جهد ليه بعدم يعني توتر ولا عصبيه ولا بتاع، انه يلعب اللعب اللي هو الطبيعي بتاعه ان شاء الله على قد ما يقدر يعني. وطبعا برضو للعيبه الكبار لازم يساعدوا الصغيرين لانهم عندهم خبرات يعني طبعا. وبما انك بتلعب في النادي الاهلي ولابس تيشيرت النادي الاهلي فانت لعيب كويس، لازم تثق في نفسك، محدش يختارك انك تبقى في المكانه دي الا اذا كنت انت لعيب كويس. مظبوط، فلازم تثق في نفسك وتدي الجهاز الفني اللي عينيه شافتك وقالت عنك لعيب كويس. فدي عندك فرصه زي ما كابتن اسامه قال، كابتن اسلام عندك فرصه كبيره قوي بكره انك انت تتولد نجم في مباراه كبيره زي دي ان شاء الله. يا رب كل التوفيق للاعيبه النادي الاهلي اللي موجودين بكره في هذه المباراه الصعبه. شكرا جزيلا يا كابتن شريف على وجودك معانا. شكرا كابتن اسلام دايما، شكرا، بنستمتع بيكوا دايما. شكرا جزيلا يا كابتن اسامه، بنستمتع بيكوا دايما. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت، بعض الارقام الخاصه بمباراه بكره طبعا، مباراه الاهلي والاسماعيلي تاني مباراه كاس الرابطه، وايضا هنتكلم عن مفاجات كاس الامم الافريقيه، ولكن بعد هذا الفاصل.